أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في موقع قديم جديد جديد قديم مش عارف تمام. أعذرونا على العصبية يا إخوان في الحلقتين السابقات تمام، وسامحونا على صوت الهواء. تذكر هذا الموقع يا إخوان اللي هناك شايفينه، هذا الموقع اللي هو موجود فيه قلاع وموجود فيه المدافن اللي جنب بعض كلهم، تذكروا الموقع، هذا هو الموقع. سوين انا بعيد شارع واحد بينه وبينه واصل له. انا بحب احكي وين الموقع اللي انا فيه عشان اللي بده يجي يترزق يا اخواني يجي يترزق تمام. الاشارات اللي احنا بنحطها هي احنا شارع التنقيه في ابو نصير، الاشارات كلها اللي بتشوفتوها هاي موجوده في الارض في الحلقات السابقه، موجوده في الارض نفسها يا اخوان. اللي بيحب يجي يحفر الله يرزقكم يا اخوان ويرزق الجميع تمام. اشارات صحيحه والحل بتلاقوه على الفيديوهات، يعني بتحضر الفيديو بتطلع الاشاره على الواقع للي بده يجي يحفرها تمام، تقدر تلاقي الحل وتقدر تشتغل عليه. فوق ما احنا ان شاء الله قناتنا هي موسوعه، وقناه هي ارشيف لكل الاشارات ولكل البحيشه. فوق هذا الحكي كمان بنقولكم تعالوا وخذوا كمان الشغل، اذا بدكم تشتغلوا تعالوا خذوا الشغل واشتغلوا انتوا لحالكم والله يرزقكم تمام. حتى انه ما بنبخل على حدا في اي موقع، ما بنبخل على حدا في اي شيء يا اخوان تمام. اليوم راح نحكي عن شيء بسيط خفيف نظيف تمام، لكن مهم جدا لكل الباحثين الموجودين. يعني كل الباحثين الموجودين في الدنيا بهمهم هذا الشكل، بهمهم هذا المنظر، بهمهم انهم يشتغلوا فيها هاي تمام. اشاره او مش اشاره، هي شغله يعني مهمة جدا. بنحكي عن الران يا اخوان، على كل الاحوال بنحكي عن الران، لكن هذا الران يختلف عن الرانات كلها. هذا الباحث والخبير، وان شاء الله نكون في عندنا خبراء على القناه موجودين تمام. اذا كانوا موجودين يعطونا في التعليقات تحت، يعطونا في التعليقات ويعملوا لنا اشتراك لو مش مشتركين عندنا، اذا كانوا هم هيك يعملوا لنا اشتراك عادي ماشي. بعطونا في التعليقات تحت يا اخوان وبيحكوا لنا شو اهميه هذا الران، ران الخبيئه. احنا بنحكي عن ران الخبيئه تمام، رح نحكي عن اهميته وانه قديش مهم تمام، قديش مهم هذا. ليش؟ لانه تكنيزي من الدرجه الاولى، اشارات ما له ماشي، ما في له اشارات، لكن شغله دقيقتين بالضبط، دقيقتين 3 دقائق بيكونوا مخلصينه، مهم جدا تمام. طبعا عندنا صخره زي هيك شايفينها ولا مبين عليها شيء نهائي، هيا ولا واضح عليها إشي، صخرة عادية جدا 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 جدا. طبعا هي مش هاي الصخرة، مش هي هاي الصخرة، لكن بوضح لكم أنا شغلي على هاي الصخرة بترن والله تمام، بوضح لكم شغلي على هاي الصخرة كويس. صخرة عادية طبيعية ولا تختلف عن أي صخرة في الدنيا. راح أطلع من فوق وأصورها من فوق عشان تشوفوا الوضع كيف صاير معها. طبعا هاي في تحتيها شغل، هاي زي ما انتم شايفين ها، بس انسوا موضوع ما بدناش اياها يا الله تمام. صخرة عادية ولا إلها ولا من هون ولا من هون، صخور هاي شايفينها صخور ماشي. طبعا احنا المنطقة هذيك اللي فحصناها قبل كم فترة، طلع في سرداب من هناك لهون بوصلنا، سرداب بوصلنا لهون، هون في مغارة طبعا يا اخوان، لكن احنا ما بدنا نحكي عن هاي. احنا نحكي عن الصخرة، هاي صخرة عادية طبيعية، شايفين فيها اي شيء يا اخوان؟ هيا طبيعية، ما عليها لا اشارات ولا عليها اي شيء، ممكن كان عليها اشارات وراحت الله اعلم، لكن احنا عشان نقدر نعرف اشارة الران ماشي، ما قدرنا نلاقي اشارة لها علاقة بالران ماشي، عشان هيك ما قدرنا نعرف اشارة الران او اشارة اللي تدل على ماشي. هاي الصخرة مش راح اقطع الفيديو ماشي، مش راح اقطع الفيديو عشان تشوفوا شو الوضع. طبعا صخرة عادية هاي طلعت فوقيها ماشي، صخرة عادية ولا إلها إشي ولا إلها علاقة في إشي. طبعا حتى هو طلعوا هون، يعني حتى طلعوا وراها قص، هيو قص لتحت عن الصخرة هاي، والصخرة هاي في قص تمام. هاي صخرة عادية ولا قيم ولا حط. طبعا شو عليها إشارات؟ عليها الإشارات الموجودة مثلا عندي مربط هون ماشي، عندي إشارة زي إشارة المغارة لكن إشارة تدل على مكان هون تمام، عندي الإشارة هاي، عندي هاي تمام، هاي زي ما انتم شايفينها، عندي هاي، عندي واحدة كمان هون، عندي كمان واحدة هون ماشي. ممكن ان ناخذها ان هاي تعني مثلا
أربعة حبة العم حمص، هاي واحد، هاي اثنين، تمام، هاي ثلاثة، هاي أربعة، المهم بدلوا على وجود مثلا ران. أربعة حبة الحمص بدل على وجود ران، أربعة جرون. دقيقة أنا مش قادر أوقف، أنا مش عارف أوقف صراحة، يعني هسه راح أشوف ليش أنا مش عارف أوقف فوق هاي. تمام، إذا عندي هاي، بسم الله، عندي هاي واحد، هاي اثنين، هاي هون اثنين، هاي ثلاث، هاي أربعة. ممكن نيجي نقول أربعة حبة العدس، هاي حبة الحمص بدل على ران، الله أعلم. وهي هون في كمان واحدة، طب هيك صار خمسة، طب هون كمان واحدة، هيك صاروا ستة. مشكلة والله يا أخوان، والله مشكلة. كل أحوال ما في إشارة يا أخوان، لكن من الخلاصة ما في إشارة بتدل إنه في وجود ران، تمام؟ ما في إشارة بتدل وجود ران. طبعا هاي صخرة عادية طبيعية، راح أشوفها من الجهة هاي، من الجهة هاي عشان الهواء، تمام؟ صخرة عادية. نقطع في الفيديو، خليكم معانا بس الله يستر ما نوقع. دقيقة لأنه منطقة عالية شوي، تمام، خليه أنا ما بدي أقطع في الفيديو. يا الله حماية عاد من رب العالمين. تمام، وصلنا الصخرة اللي كنا فوقها، شو رأيكم يا أخوان؟ شفنا احنا الإشارات الموجودة على الصخرة. الآن هذا هو الران، شايفينه؟ هذا ران الخبيئة، أيوه. ندخل جواته، هذا ران الخبيئة، هيك حتى صار في صدى جوا، شوفوا ران الخبيئة، كيف شو رأيكم الصوت من جوا؟ حلو صح؟ خلنا نرجع إيده والله، ران الخبيئة، هذا هو الران، تمام؟ هذا هو ران الخبيئة يا اخوان. احنا بنمزح معاكم، ها، عشان الدنيا رمضان الواحد مش طايق حاله، بس بنمزح معاكم، تمام؟ كويس، نفكوا الحظر شوية علينا، بس ان شاء الله الامور طيبة. اجتمعنا في شغلة واحدة، كل انحاء العالم اجتمعوا في شغلة واحدة، يعني ما قدرتش الحروب وما قدرتش الشعوب ولا الملوك ولا القبائل ولا العالم هاي توحد البشر على اشي. اجت كورونا وحدتنا يا اخوان، تمام، اجت كورونا وحدتنا، خلتنا نتعاطف مع بعض، المسلم مع المسيحي مع اليهودي مع القرودي مع من عارف مين هو، خلتنا نتوحد مع بعض يا اخوان، خلتنا نتوحد كبشرية. خلينا نحكي هاي جوا الجوران، خلتنا نتوحد كبشرية، تمام، حلوة هاي، كانت وحدة بشرية. أجانا كورونا يا أخوان وحدنا، فأنا لما أجي أحكي مثلا اليوم فكونا الحظر شوية، ماشي، اللي مقابلي لو كان في أفغانستان هو بيعرف أنا شو قاعد بحكي، يعني ماشي، لو كان في أمريكا هو بيعرف أنا شو قاعد بحكي، ماشي. فوحدتنا يا أخوان، وحدت فكرة واحدة، وحدت الجميع، ماشي. بنشكر كورونا، صحيح احنا عندنا هاشتاج يلعن كورونا، لكن احنا بنشكر كورونا على التوحيد هذا اللي وحدتنا اياه. شكرا كورونا، كلنا يا اخوان على التعليقات تحت نشكر كورونا، تمام، نحكي لكورونا شكرا لك وشكرا لجهودك معنا، ماشي. اذا خلينا نكمل مع الران يا اخوان. هذا هو الران اللي جي احنا هايكين عنه فوق الصخره، ما في اشارات تدل على وجود الران، تمام. اشارات اللي موجوده تدل على وجود مغاره هون مثلا، على وجود مغاره، اربع حبات الحمص هاي معي، حبه حمص هون. طب شو انو اشاره فيهم هي الداله على الهاي؟ طبعا فوق الران يا اخوان، فوق الران الخبيئه هذا، عندي في جرن في داخله، هيو في داخله زي البصمه، خلينا نوضح الشاشه، داخله زي البصمه شايفينها، تمام. لكن هل هذا هو الجرن تبع الران؟ يعني اذا بلاقي هذا الجرن، جرن زي هيك، هيو شايفينه وجواته بصمة، هل هو هذا بدل على وجود ران؟ طبعا كيف الران بيجي؟ هاي الصخرة، هاي صخرة عادية شايفينها كيف؟ موجودة هون هاي، ها، استنوا خلينا نظبطها، هاي هيك موجودة. الآن لو أبعدت شوي، ماشي، صارت زيها زي الصخرة الموجودة، صح؟ تمام؟ هاي قطعة عادية، لكن من جوا طينة زي اللي احنا شايفينها، هاي الطينة، ماشي، زي هاي الطينة شايفينها كيف؟ من جوا طينة، لكن لو وضعتها هون كمان مرة، ها، لا
لو وضعتها هون خلاص اختفت، تمام اختفت بطلت تبين صح. هاي هي يا اخوان، هاي الطينة تتكسر حتى. يعني اهم ران، اهم ران، انا سمعت صوت حي هون والله العظيم الله يستر، تمام. اهم ران كل الخبراء يبحثون عنه، كل الدنيا بتدور عليه، ران ران الخبيئه يا اخوان. طبعا هون بيكون في شوي ذهب، على شوي شوي صغير يعني ابو 2 كيلو ذهب او كيلو ذهب ماشي، مع تمثال مع تمثالين مع شويه عده مطبخ الى اخره، بيكونوا مسكرينها تسكيره كامله ماشي زي هيك. مهم جدا، مهم. طبعا هذا طبعا يا اخوان هذا الران بيطلع بالصدفه. خليني احكي لكم شغله عشان ما حدا يجي يقول لي هذا له اشارات او له ران. بيطلع بالصدفه يا اخوان، واحد قاعد على الصخره طبل عليها لقى فيها فراغ كسرها لقى الران، تمام. بيطلع بالصدفه ليش؟ لانه اشاره ما له، اشاره ما له الران ماشي. هذا الران اشاره ما له، ولا ران زي هذا في له اشاره. بيطلع بالصدفه يا اخوان، قاعد على الصخرة طبل عليها لقى فراغ كسره طلع معاه ران بس، تمام. أما تقولوا لي إشارة إله إلى آخره ما في، لكن هذا هو الران. بيكون فيه زي ما قلت لكم كيلو ذهب وشوية يعني كيلو، بس كيلو كفي كيلو ذهب. لكن ران الخبيئة أهم ران ممكن تشوفوه في حياتكم، أهم ران كل الخبراء يبحثوا عنه. وهي معانا الخبراء موجودين يعطونا في التعليقات تحت، كل الخبراء بحثوا عنه ران الخبيئة، تمام. طبعا نشكركم على المتابعة. طبعا طيارات ورقية، طائرة ورقية ماشي، بلشوا طيروا طيارات ورقية، صيفت الدنيا صيفت الحمد لله رب العالمين. يا اخوان الشتاء احنا في المناطق العالية مناطق الجبلية، تمام. في الاردن الشتاء زي عندنا زي لبنان مثلا وسوريا في المناطق الجبلية، تمام. شتانا بارد يا اخوان، شتانا بارد كثير. فالحمد لله رب العالمين هاي عدت الشتوية على خير، وهي دخلنا بالصيفية الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله بيجينا طبعا طبعا حيران ثاني بس نيجي أحكي عنه، تمام. بيجينا طبعا عيد الفطر ماشي، وإن شاء الله تخلص الأمور كورونا وما الكورونا هاي اللي وحدتنا اللي حكينا عنها، تمام. بنشكر الجميع على المتابعة، وأهلا وسهلا فيكم. مش مشترك في القناة اشترك في القناة، فعل الجرس يا اخوان. شكرا جميعا للمتابعة.